عندك ما يقارب 8000 جريح بس في مسيرة العودة، 90% من الإصابات 90% في الركب في التنتين. أنا كنت وحيد في المنطقة، كنت لحالي، فالاحتلال خلاني ألف، يعني كان يعني بتربص إنه يصيد الركب التنتين، يعني مش على قد واحدة معني. فتم إصابتي إصابة مباشرة من قبل الاحتلال، يعني دون سابق إنذار، لا حكى معي، لا قال لي ارجع، لا رمى علي قنابل غاز، ومعني إنه يدمر الشاب الفلسطيني. حبيت الكورة من مصغري في أزقة مخيم دير البلح، طبعا أبلغ من العمر 23 عام تقريبا، 15 سنة قضيتها بس حبي كرة قدم. حلمي إني أرجع أمشي على رجلي وأرجع أمارس لعبة كرة القدم، لأنه لعبة كرة القدم بالنسبة إلي مش والله إني بس إني أنا بدي أمارس كرة القدم كأني بدي مثلا إني ألعب مع النادي وآخر الشهر اللي هو يعطوني الإشي الشهري، يعني الراتب الشهري إلي، لا أنا بدي ألعب كرة القدم لأنها في دمي. الشاب الفلسطيني بالنسبة له اللي هو كابوس، يعني حاجات شفتها بعيني، الطلق الواحد بخش من بني آدم لبني آدم لبني آدم ببطح 4 طلق، يعني جاي على رحلة صيد، يعني وقت ممتع على تلة مع سلاح فتاك جدا، من يعني مدعوم من جميع أنحاء العالم، بيجي بس بطف وبروح. وانت تفتكر ان بعد يوم الثلاث هيكمل كده؟ يعني المسيرة هتكمل حتكمل المسيرة حتكمل، لأنه إحنا بدنا حاجة تحلنا في غزة، اليهود يفتحوا لنا المعابر، خلينا نروح نعيش، يمرق مواد البناء، يعني أقل ما فيها أقل قليل إنه لقمة العيش نقدر نجيبها لأولادنا. حقنا وين بده يروح؟ مين يجيب لنا حقنا؟